السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثامن ورك بوك بيج 88 هنا ريدنج درس قراءة. What does enchantress did for us؟ ماذا صنع، ماذا فعلوا القدماء لنا؟ طبعا هنقرأ مع بعض ونر. There were inventions in the past even more important than TVs and cars. هناك كان اختراعات في الماضي حتى أكثر أهمية من التلفاز، التلفزيون والسيارات. In fact, people started inventing stone tools about 2.5 million years ago. في الحقيقة الناس بدأت في اختراع أدوات الحجرية منذ تقريبا 2.5 مليون سنة. About 100,000 years ago, people invented the rail and machines for digging the ground, terracotta pots and metal tools. ومنذ تقريبا منذ 100,000 سنة الناس اخترعت العجل، الآلات لحفر الأرض، أطباق الطين صلصال وأدوات المعدنية. البلاستيك سيرجري، جراحة البلاستيكية. Nowadays people can go to the special doctor called the plastic surgeon who changes how they look. هذه الأيام الناس يستطيعون أن يذهبون إلى دكتور خاص يسمى جراح البلاستيك الذي يغير كيف هم يبدون. But did you know that people in India operated on noses in 600 BC؟ لكن هل أنت تعرف أن الناس في الهند عملوا عملية على الأنف في عام 600 قبل الميلاد؟ They used over 120 different medical instruments. هم استخدموا فوق 120 أداة طبية مختلفة. An Indian surgeon called Sushruta wrote a book all about nose operations. جراح هندي يسمى سوشروتا كتب كتاب عن جميع كل تقريبا عن عمليات الأنف. الجلاس الزجاج. The ancient Egyptians were skilled glass makers and the Phoenicians were famous for their glass goods. القدماء المصريين القدماء كانوا ذو خبرة ومهارة في صنع الزجاج، والفينيقيون كانوا مشهورين لبضائعهم الزجاجية. The first glass objects were probably beads for jewelry. أول أشياء من الزجاج الأولى كانت ربما خرز للمجوهرات. The ancient Romans spread the skills of glass making. الرومانيين القدماء نشروا مهارة صنع الزجاج. They made glass bottles and cups and they also discovered how to make clear glass. هم صنعوا زجاجات من الزجاج والفناجين، وهم أيضا اكتشفوا كيف نصنع الزجاج الواضح. They were the first people to use glass windows. هم كانوا الناس الأولى ليستخدمون شبابيك الزجاج. Fast food، الطعام السريع. The Chinese invented fast food about 3,500 years ago. الصينيين اخترعوا الطعام السريع منذ تقريبا 3500 عام. They made noodles from flour and water and sold them in delicious sauces in the cities. وهم عملوا المكرونة اللي هي الشعرية من الدقيق والماء، وباعوها إلى في سلطات لذيذة في المدن. chewing gum، العلك، علك المضغ. today you can buy chewing gum in every country in the world. اليوم أنت تستطيع أن تشتري العلك المضغ في كل بلد في العالم. until 1870 however it was only known in Mexico in Central America. مع ذلك إذ كان فقط معروفة في المكسيك في أمريكا المركزية. chewing gum comes from the sapodilla tree. العلك يأتي من شجرة السابوتيلا. if you make a cut in the tree a thick milky liquid comes out. إذا أنت عملت قطع في الشجرة سائل حليبي وسميك يأتي من خارج الشجرة. This becomes gum and feces.
very good. هذا يصبح علك ويكون طعمه ومذاقه جيد جدا. When the Maya people searched for sapodilla trees to make chewing gum, they found the ruins of many cities from the past. عندما ناس المايا بحثوا عن شجرة أشجار السابوتيلا ليصنعوا العلك، هم وجدوا آثار الكثير من المدن من الماضي. طبعا هنقرأ المقالة ونكمل الجدول complete the table. إنديا الاختراع في الإنديا invention طبعا بلاستيك سيرجري جراحة البلاستيكية. تشاينا في الصين طبعا الفاست فود الطعام السريع. Ancient Rome في روما القديمة. Glass making صنع الزجاج. مكسيكو طبعا هنا chewing gum العلك. هنقرأ الفقرة تاني is the text and answer the questions. واجب على الأسئلة طبعا. بيقول لي when were the first inventions when متى كانت الاختراع الأول اختراعات الأولى. هنا ممكن نقول 2.5 مليون years ago منذ خلاص. هيبقى منذ 2.5 مليون سنة. The underlying pronoun they refer to الضمير زي في الفقرة بيشير إلى إيه. أنا عندي زي the Chinese invented fast food about they made noodles. يبقى the Chinese بيشير إلى Chinese الصينيين. What did they sell in ancient Chinese cities ماذا هم باعوا في مدن الصين القديمة. هندور على كلمة sell noodles هنقول له كده they sold noodles. هنكتب إجابة مختصرة على طول المكونة الشعرية For the Romans who made glass قبل الرومانيين من صنع الزجاج. The ancient Egyptians المصريين القدماء. How can you make chewing gum كيف تستطيع أن تصنع الزجاج العلك. هنقول له كده If you make a cut in the tree. نكتب كل الجملة دي لو عملت قطعة في الشجرة أثيك ماشي بينزل سائل سميك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.